الشهداء وباسم ثوار سادة التحرير نطالب بإخراج إخوتنا المختطفين حمزة كاظم وعلي خالد ونعطي مهلة للحكومة وللأحزاب ساعتين بس. ما بعد الساعتين يصير تصعيد على بغداد كليته باسم ثوار وشهداء بغداد. بالشهداء وباسم ثوار سادة التحرير نطالب بإخراج إخوتنا المختطفين حمزة كاظم وعلي خالد ونعطي مهلة للحكومة وللأحزاب ساعتين بس. ما بعد الساعتين يصير تصعيد على بغداد كليته باسم ثوار وشهداء بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في الموضوع مشاهدينا الكرام، نود التذكير هنا إلى أن قناة الرافدين ستنتقل إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. سيظهر أمامكم على الشاشة التردد، الآن هو ظاهر 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال على التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم مشاهدينا الكرام سنتحدث عن موضوع الاعتداءات المستمرة على المعتصمين والمتظاهرين في ساحات التظاهر في مختلف المحافظات العراقية. خيام للمتظاهرين تعرضت للحرق في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، 10 خيام طبعا في ساحة اعتصام الناصرية. نقلت المصادر عن أحد المعتصمين قوله إن حريقا تعرضت له الخيام صباح اليوم دون تحديد الجهة التي أشعلت النيران في الخيام، مؤكدا أنه تم إخماد النيران ويجري العمل حاليا على رفع الأنقاض وسط انتشار أمني مكثف. تعود المتظاهرون والمعتصمون في ساحات التظاهر بشكل عام في مختلف المحافظات العراقية منذ انطلاق ثورة تشرين على التعرض لمثل هكذا اعتداءات وانتهاكات على يد يا أما ميليشيات أو حتى القوات الحكومية التي من المفترض أنها التي تتولى مهمة حماية هذه المنطقة وتأمين المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم، لكن ما يحدث في العراق هو العكس تماما. أيضا كان في وقت سابق قد تعرض المتظاهران حمزة كاظم وعلي خالد إلى عملية خطف على يد مجموعات مسلحة بسيارة مهافي بيضاء في ساحة التحرير، طبعا تحت تهديد السلاح تم خطفهم، لكن تقول المصادر أن من داخل ساحة التحرير أنه تم إطلاق سراحهم المتظاهرين حمزة كاظم وعلي خالد. موجة غضب كبيرة وتصعيد كان من المتظاهرين في بابل، قاموا بإحراق الإطارات وقطع الطرق احتجاجا على هذه العملية وكذلك مطالبة بإطلاق سراحهم. وكم من متظاهر لا يزال في المعتقل وكم من ناشط ومعتصم في المظاهرات تعرضوا إلى انتهاكات واعتداءات من قبل الميليشيات والقوات الحكومية. لماذا تستمر هذه المحاولات الحكومية بالاعتداء والانتهاك أو ارتكاب انتهاكات ضد المتظاهرين والمعتصمين في ساحات التظاهر؟ ألا يفترض بأن مصطفى الكاظمي وعد بإيقاف العنف ضد المتظاهرين، لماذا لا نزال نراه؟ وما دور القوات الحكومية في تأمين وحماية المعتصمين وخيامهم وكذلك في حماية المتظاهرين بشكل عام من هذه الاعتداءات المستمرة؟ وأين هي الوعود بمحاسبة قتلة المتظاهرين وكل من ارتكب انتهاك ضدهم في ساحات التظاهر منذ انطلاق ثورة تشرين ولغاية هذه اللحظة؟ معنا السيد حسن من بغداد، تفضل يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا سامي عزيز، اذا نتكلم على طبعا على الخطف او على كثير من الامور اللي صارت، التظاهرات والمظاهرات طبعا هي من 2011 يعني هناك طمع واضح لتغيير قسري لكل المتظاهرين والناشطين،
وهذا الشيء طبعا يعني امام المنظمات الدوليه وامام الكثير من ال يعني ممثلي الامم المتحده وما صار اي شيء. يعني احنا جينا في مظاهره واحد عشرة لغايه 25 مظاهره تشرين الاخيره. نعم. يعني كلها تعرض اكو عدد الشهداء تعدى 800 شهيد. نعم. هناك مختطفين مغيبين. نعم. ونعلم بان هناك لجان قد تشكلت من قبل رئيس الوزراء السابق المتهم بقتل المتظاهرين. نعم. عادل عبد المهدي الى ان حكومه الكابر. ونلاحظ بان هذه يعني الافعال هي بالتاكيد تصير تحت غطاء يعني حكومي واضح جدا. احنا نعرف كل الزين هاي المجاميع عندما تتحرك يعني اكيد اكو غطاء وحمايه لهذه المجاميع. نعم. من 2000 من احنا نتكلم عن المظاهرات من 25 صفار الى غايه يوم امس. يعني هناك يعني في واضح بان هناك قمع، هناك شيء ممنهج. نعم. يعني قمع الصوت الحر اللي الظاهر اكيد هو مضار على ماده 28 من الدستور اللي هي تتيح عن الظاهر ان يقف وان يمارس حقه الدستوري. نعم. ولكن بالمقابل هناك يعني ممارسات قمعيه، وهذه الممارسات القمعيه هي يعني ممنهجه. قل لي يا حسن، هم مو نفسهم اللي حطوا الدستور هذا الصوت الحر، ان كان اليوم صحفي وان كان متظاهر وان طيب. كان سيد. اي انسان اليوم. نعم. اذا قال كلمة الحق او يقول انا طيب. اليوم يعني اصدى الى ملف فساد، فهو مصيره هو لو الخطف اما او القتيل. طيب أو سيد حسن تسمعني؟ نعم. حضرتك ذكرت قبل شويه موضوع الدستور، وتقول انه هناك مواد في الدستور تعطي حريه التعبير للشعب العراقي بشكل عام، و كذلك تسمح بالتظاهر كحق سلمي وحق مشروع للمتظاهرين لكل إنسان. طيب ذول اللي حطوا الدستور اللي موجودين بالعراق اللي هم نفسهم الأحزاب من 2003 ولغاية هذا اليوم، واللي تغنوا بهذا الدستور ويعتبروه واحد من الدساتير اللي لم تشهدها المنطقة ولا العالم بعدله وديمقراطيته والحرية اللي يعطيها للإنسان، وين هذا التطبيق على الأرض؟ ليش دا نشوفهم هم نفسهم اللي حطوا الدستور هم نفسهم اللي يخالفون قوانينه واللي يخالفون بنوده ويعتدون عليه وينتهكوه؟ استاذ العزيز، احنا كلنا نعلم بان هذه العمليه السياسيه هي عمليه هجينه وعمليه محاصصه ومفاضله. اليوم هذه من وضع الدستور هم انفسهم من سرقوا العراق، من خرجت من رحم هذه الاحزاب المئات من الفاسدين والوزراء والتلفات كثيره. نعم. يوم اسلاب هذه الاحزاب نحو السلطه يعني خلتهم يعملون اي شيء على مود ان يعني يكون على سده الحكومه. نعم. وان يكونون على هذا البلد. أنا أشكرك يا سيد حسن، شكرا جزيلا، وضحت الفكرة. أشكرك للمشاركة. أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك أستاذ مصطفى، الله يحفظك. الله يسلمك. محمد وياك. محمد، الله يخليك أبو جاسم. إحنا الناشد القايم مقام الشريف أستاذ عثمان. نعم. وناشد الدنيا كليتها، وناشد امر رواء المثنى على مود الكهرباء. نعم. اي الكهرباء ضعيفه، والله ناشد القائم مقام هذا الخير الطيب، والله العظيم. كم ساعه تجيكم الكهرباء باليوم يا ابو علي؟ كم ساعه تجيكم اليوم الكهرباء؟
الكهرباء تجينا متقطعة وخفيفة شمس النقاط الحب، شايف النقاط الحب؟ نعم نعم. إيه والله هذا المي، هذا المي منا أنا البواري ما مسوي، رحت لأستاذ منعم، عند أستاذ منعم يقول لي اشتري بواري، إحنا نسويهن، إحنا نسويهن وناخذ فلوس. إيه لا شلون شلون يا يعني أنا رحت على هاي مالت المي مال أستاذ عثمان، وحتى حتى الاستعلامات ما يخلوني أشوف أستاذ العمال. طيب أنا أشكرك يا أبو علي، وصلت رسالتك، شكرا جزيلا. مشكلة الكهرباء كارثة هي حقيقة كبرى. لجنة الطاقة النيابية قبل قليل صرحت أن العراق ينفق سنويا 14 مليار دولار لثلاث جهات لاستيراد الكهرباء، من ضمن هذه الجهات إيران. هذا تصريح للجنة الطاقة النيابية. طبعا هاي المليارات لو استخدمت فعلا في إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في العراق لكفت وزيادة، ووصل العراق إلى مرحلة التصدير. لكن ويا منو تتكلم؟ سعد من الكويت تفضل. يا هلا بك يا أستاذ محمد. أولا أستاذي بالنسبة لنا إحنا نتساءل بأريحية والشفافية يا أستاذي. نعم. والاعتداء على المعتصمين والمحتجين، الاعتداء على المعتصمين والمحتجين جريمة النكراء، كذلك حرق المخيم جريمة النكراء مخالف للدستور والأعراف الإنسانية والأنظمة الدولية يا أستاذي. ولكن يا أستاذي هناك أيضا صفة أخرى يعني ألا وهي الاعتداء على الإعلاميين يا أستاذي. ونطالب أيضا المراجع العظام بتوجيه توصية بعدم التعرض على الإعلاميين، للإعلاميين الذين يتعرضون للأذى والأضرار الجسيمة يا أستاذي. ونحن نفيد المجتمع بمعلومات قيمة نيرة يا أستاذي. وآخر الكلام تحياتي لك للقناة. شكرا جزيلا يا سيد سعد. أنا مستغرب من كلام يعني مو سيد سعد فقط، هناك أيضا بعض ممن يتحدثون بهذا الموضوع يناشدون مرجعيات دينية لحل قضايا سياسية وأمنية. وين القانون في العراق؟ أو وين القانون بشكل عام حتى واحد يعتمد على رجل دين أنه هو ينتظر منه يحل مشكلته؟ لماذا صار الاعتماد أو المناشدات تذهب إلى هذه الجهات بدل أن تذهب إلى قضاء عادل ينصف المظلوم؟ بالعراق صارت للأسف هاي الجهات، الناس تتوجه إلى هذه الجهات باعتبارها في نظر كثير من الناس هي التي تدير كل الأمور في العراق. أبو سارة من الناصرية تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك حبيبي؟ الله يخليك ويستر عليك. الله يسلمك. الله يبارك بك حبيبي. أنا من أهل رفحة. طيب. ومواليدي يعني عمري 52 سنة. نعم. الأستاذ مصطفى الكاظمي خذ قرار. إي. قال احنا الراتب الواحد نعم ما لنا شغله بيه، المتزوج الراتبين او غيره. انا هسه اليوم 15 بالشهر. طيب. يا احد بالاخ ومريض وعندي عائله. نعم. زين؟ نعم. ولحد الان غد ما تلقوا، انت يا كاظمي هسه اتخذت القرار، انا طيب. وياك. طيب. زين؟ انت اطلق رواتب العدم راتب واحد، ليش انت لحد الان ما جاي اعرف يعني؟ طيب انا اريد اسالك يا سيد ابو ساره، يعني حقيقه هاي فرصه ذهبيه بالنسبه لنا انه نتكلم ويا شخص من رفحاء. حضرتك كم فرد من افراد العائله عندك بالعائله؟ انا طلعت بوحدي ما عندي عائله. لا لا انت هسه مو حضرتك مو هسه معيل لعائله حاليا في العراق؟ نعم. نعم. طيب افرادك قبل القرار مال مصطفى الكاظمي يتقاضون ايضا راتب صحيح؟ لا انا ما يتقاضون عندي راتب. ليش ما يتقاضون راتب؟ لا كانوا برفحه يتقاضون عمره 10 سنوات، انا ما اتقاضى راتب. انا طيب. بقيت 13 سنه برفحه. طيب تدري حضرتك يا سيد ابو ساره، تدري حضرتك طبعا ربما حضرتك انت دا تقول هذا الكلام، لكن الواقع الحال أنه كل من انتمى إلى معسكر رفحاء هو وأفراد عائلته اللي يجون حتى لو بعد ما طلعوا من العراق بسنين يحصلون على رواتب. عموما أنا السؤال هنا أنه حضرتك دا تأخذ 3 ملايين دينار عراقي بالشهر، مو كلام صحيح؟ لا غلط. ليش غلط؟
هذا فيديوهات حتى عرضناها بافراد من رفحه ويطلعون وصولات الاستلام، يطلعون وصل الاستلام 3 ملايين دينار عراقي، ليش غلط؟ يعني تقصد لي بشهر لو بشهرين؟ هسه انت، انا سؤالي ايش قد تتقاضى؟ بالشهر لو بشهرين؟ بالشهر بالشهرين الطين الرقم. بالشهر لو بشهرين؟ يا اخي بالشهر الطيني ماشي. بالشهر اتقاضى 1.5. يعني 3 ملايين، تمام، يعني بالشهرين 3 ملايين تتقاضى، 1.5 اذا 3 ملايين، كلام صحيح. ابو لا. ساره، تدري حضرتك كم امراه عراقيه موجوده بالعراق ماذا تلاقي دعم من الدوله ويعطوهم 30,000 دينار عراقي يسموها رعايه اجتماعيه او منحه او مخصصات؟ كم من عائله عراقيه؟ انا ما اريد انت حضرتك طابدة تناشد، تمام ماشي، يعني انت تريد تناشد وتريد وتعتبر نفسك انه انت تعرضت لغبن وظلم، لكن احنا اريدك تشوف حال العراقيين. هل معقوله انه حضرتك من رفحه وطلعت وصار اللي صار زمان وطلعت ورحت، اكيد يعني طلعت برا العراق وبعدين رجعت وحصلت امتيازات في السابق وهسه بدك تاخذ 1.5 مليون دينار عراقي بالشهر، تعرف اللي خدموا العراق 30 سنه واكثر من موظفين مدنيين وعسكريين مدى ياخذون ربع اللي انت تاخذه؟ هل هذا عدل بالعراق؟ استاذ محمد اسمح لي، تفضل. انا ما اريد اطلع عليك، انا خدمت العراق من 82 لحد 90. نعم خدمت العراق. ايش خدمت؟ ايش حضرتك شنو اختصاصك؟ شنو اختصاصك؟ انا عسكري. عسكري، يعني عندك تقاعد؟ لا ما عندي. ليش ما عندك خدمت تقاعد؟ العراق لا مكلف، انا مكلف كنت وخدمت العراق. طيب العراقيه الاياميه طيب. من 82 ل 90. تمام. انحكمت بالاعدام بال91. طيب. ليش انحكمت اعدام؟ انا بس سيد ابو ساره، يعني شوف بغض النظر عن اللي صار بالسابق، بس انا يعني اريد افهم منك، انت حضرتك دا تقول انا قاتلت مع الجيش العراقي ضد ايران وحاربت، اذا انت مقدم كل هذه التضحيات ليش ينحكم عليك بالاعدام؟ الحرب الايرانيه انتهت. بدت عين انتهت. نعم. جت بعدها طلعت للسعوديه بال91، بعد اشتركت بال91 بالمعارضه بالانتفاضه الشعبانيه. مو انت، انا بس اسالك سؤال حتى ما اطول الحديث، حضرتك مو تقول اني مقاتل بالجيش العراقي وحاربت ايران وشاركت بحرب ايران، مو صحيح؟ اذا حضرتك مقاتل مع الجيش العراقي في مواجهه ايران، ليش ينحكم عليك اعدام؟ شنو اللي سويته حتى ينحكم عليك اعدام؟ هذا الحكم استاذ محمد. طيب سيد ابو ساره اني مدى افهم. اي تفضل استاذ محمد تفضل. الحكم عليه الاعدام ليمتى؟ ليش؟ من طلعت بال91 للسعوديه. يعني انت تركت العراق وطلعت للسعوديه على مود هيك انحكم عليك اعدام بلا سبب بعد الانتفاضه؟ طيب رحت للسعوديه. انا كنت بالسعوديه مسؤول مربع يسمونه. انا حتى ما ادخل بالتفاصيل ابو ساره. نعم ابو ساره وضحت الفكره، انا اشكرك، حضرتك قدمت مناشده لتحس نفسك مظلوم، تعرضت لظلم، وانت دا تقول ان مصطفى الكاظمي طلع بقرار، وانا لغايه هاي اللحظه ما مستلم راتب. حضرتك دا تاخذ 1.5 مليون دينار عراقي شهريا، يعني 3 ملايين دينار عراقي كل شهرين بما يعادل 24 ورقة، يعني بالمصطلح العامي اللي هي 2400 دولار. انت دا تقول اني قاتلت وحاربت، اذا نتكلم عن عدل فاكو ناس قاتلوا وحاربوا وخدموا البلد من الناحية المدنية ومن الناحية العسكرية اكثر من حضرتك بسنين، وياخذون ربع اللي انت تاخذه على شيء أثيرت ببلبلة وهو قضية 91. ليس من العدل والإنصاف أنه يكون توزيع ثروات العراق بهذه الطريقة، ليس من العدل والإنصاف أنه يأخذون ناس أموال بدون وجه حق. أنت قاتلت تعتبر نفسك معارضة تأخذ ثمن، إذا دا يقولون هم يسمون نفسهم الرفحاويين بشكل عام يسمون نفسهم مناضلين، أنت تأخذ ثمن نضالك، يعني المقاوم اللي قاوم ظلم،
ياخذ ثمن مقاومته ونضاله على هيجي. كل اللي موجودين بالسجون الان ممن قاوموا الاحتلال لما يطلعون هم جزء يطالبون، اذا الموضوع يمشي بهالطريقه يطالبون يقولون احنا قاومنا الامريكان، حاولنا نحمي بلدنا من خطر. مو هكذا تدار الامور يا سيد ابو ساره، وانت يعني راتبك متاخر عليك. طيب وعلى الناس اللي صار لها اشهر ما عندها راتب واللي تتقاضى 400 الف دينار عراقي واقل برواتب تقاعديه تسمى، وهو قدم اكثر من 15 و20 سنه خدمه لهذا البلد. ابو زكريا من كركوك تفضل. الله يحفظك كل المتصلين الشرفاء العراقيين اللي يتصلوا بقناتكم. نعم. بس الشرفاء العراقيين. الله يسلمك. انا خدمت العراق 42 عام، عسكري عميد ركن قطعه راسي، ابو الرفعه قاعد بالسعوديه احلى خدمه احلى، هذا راح لاوروبا. سيد ابو زكريا حضرتك كم سنه خدمه؟ 42 عام. ايش قد راتبك التقاعدي؟ ما قطعوها قامت الايران. ايش قد راتبك التقاعدي سيد ابو زكريا؟ ما عندي راتب قطعوها. نعم. وقبل لا يقطعوه ايش قد كان؟ انت لو ما عندك راتب من الاساس، انت عندك وانقطع لو ما عندك من الاساس؟ لا انا حميد ركن وانا خالد برخه، قطعوا راتبي لان حرمت الفرش المجهول، وهسه قدمت على الرعايا الاجتماعيه اما طلع اسمي. نعم. انا رجال عمري 82 سنه، ابي رفعوي وين كانوا؟ ياخذون كل واحد 3 ملايين، اخبار 3 ملايين غيره. جيت من 2003 لحد هذا اليوم ابني محمد. نعم. قد انقتل من العراقيين، قد ذبحوا العراقيين، قد ذبحوا من متطوعين العراقيين لحد هذا اليوم من قطعهم راسه على سوداء العراق. نعم. من حاسبهم هذول كبر يا ابن محمد، الله وكيلك، احنا ما عندنا حكومه، حكومتنا ايرانيه عرف على السعوديه وعلى ما ادري منه، ما يدورون على الفقراء. بالقران العظيم انا امبارحه انا طالب بدون عسلاني، واني عميد وفي القائد بركه تقبل ابن محمد ان تعرف على النبي، تقبل الضباط الكبار كلها ذبحوها. نعم. والطيارين الايرانيين ذبحوهم تقبلها. نعم. 350 طيار ايرانيين ذبحوهم اخذوهم، ايش خلوا بالعراق؟ خلوا السابقه، خلوا علماء، خلوا الدين، خلوا الزراعه، خلوا المعامل. وضحت الفكرة يا سيد أبو زكريا، أنا أشكرك للمشاركة والله يكون بعونك، وحضرتك مثال لكثير مما قدموا خدمات وفنوا حياتهم في سبيل هذا الوطن وللأسف لم يقدروا، وغيرهم يتمتعون بامتيازات ورواتب ما يحلم بها هواية من العراقيين، وعلى شيء باختلاف كبير حقيقة. أم موسى من سامراء تفضلي. أم موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك دكتور محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله. أنا أم موسى من سامرة. حياك الله. موسى معتقل صار له 7 سنين بهاي السنة، وعنده 5 من الجهال برقبتي، ابني أخذوه من السفر تضلوعية. نعم. صار 7 سنين ما أدري بيوين. هو وسيارته خذوه. من هم اللي اخذوه يا حجيه؟ منتسب هو بالشرطه. من اللي اخذه؟ خدته فيها مجهوله، ما اعرف وين تقبل، وين اخذوه وين ودوه. نعم. والناشده الاسلم القناه مالتكم ونريد وزير الداخلية ونشوف شكو موقف وين ودوهم وين سووهم. نعم.
ان شاء الله يا ام موسى توصل رسالتك، انا اشكرك للمشاركه. ابو فيصل من السعوديه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. كيف الله يبارك لك، شلون محمد؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. تحيه لك وتحيه لقناه وكادرها. الله يبارك فيك. بالنسبه للانتهاكات التي تكون مع عصابه الخضراء ضد المتظاهرين وضد الشعب عموم الشعب العراقي مستمره، لان الاستاذ محمد هو لم يحدث تغيير بالعراق، وانما تغيير غير هجاب هذا المجرم الكاظمي. هو نفس عادل عبد الناجي وهم كلهم سراق، هم لا يرقى لمستوى تقولوا رئيس وزراء، وانما عصابات. وهم يخططون للسرقات من جديد، خصوصا بعد نزول النفط. هم يخططون كما فعل العباد 30 مليار باسم العراق وذهب للكويت متجاهني كل مع تزادنا بالكويت حكومة وشعبا باسم العراق و 30 مليار ولم يدخل العراق ولا دولار واحد كلها حولت في حساب العباد. وهذه اذا تبرعت دولنا العربية لهذا النظام سوف تتحول الى الحوثي والى على حسب نصر الله الى الخامني وهالحسنات هذه. فالعراق لا يتعمل لا يفكر ان الكاظمي يحل الكاظمي هو جزء من المشكله، والكاظمي هو وجود الكاظمي هو استمرار للتغطيه على القتله والفاسدين والمجرمين وحيتان الفساد. فلا حياه للعراق ولا كرامه الا بسقوط هذا النظام كامل. طيب وتحيي لك. شكرا لك. قيس من الحلة تفضل يا قيس. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذ محمد وكل لكل السامعين في هذا البرنامج وهذه الإذاعة. بداية بالوقت الذي نستنكر به خطوات من تتطاول أيديه على الثوار وعلى الشباب المتظاهر المحتاج والمطالب لحقوق الشعب العراقي. نقف تحية إجلال وتقدير لشهداء الكلمة وشهداء الشعب العراقي الذي كثيرا ما نادى بحقوق شرعية وبخروج مسالم وبصفة تسالمية قل نظيرها عالميا. أستاذ العزيز، لو أدركنا الآن بكل الوقائع الملموسة أنه حكومة الكاظمي تستند في عملها إلى ازدواجية في التعامل، وأنا أعتقد برأيي الخاص أنها تطالب وتنظر إلى سعة نظرة معينة باتجاه تثبيت قدمها في الحصول على دورة ثانية جراء الانتخابات القادمة. ولكن هذا لا يحصل. أنا أريد أن أوجه هذه الرسالة إليه بشكل شخصيا. أنت الآن عليك بتعزيز الثقة مع الشعب العراقي ومع المواطن العراقي. ولكي تقوم بتعزيز الثقة مع الشعب العراقي عليك بالاعتماد والتوافق مع إرادة هذا الشعب وإرادة هذه المطالب الحقة اتجاه الحقوق التي لا سيما أنه ضحى بها كل الأصوات اتجاه المطالبة بها. هل حقق مصطفى الكاظمي كل ما تفضلت به؟ يعني من أول ما بدأ طالب بإيقاف العنف، أو قال وعد بأنه سيقف العنف ضد المتظاهرين، العنف يستمر. شفناه وراها رايح حطيده بيد فالح الفياض ولبس لبس الحشد ميليشيات. وبعدين يعني وين الثقة؟ متى سيكسب ثقة الشعب وهو يومية في اتجاه خاطئ؟ والله فعلا استاذنا، احنا يعني لقد اسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي. ولو نار نفخت فيها لأضاءت ولكنك انت تنفخ في الرمادي. هذا الرجل هو ابن رحم هذه الحكومة وهذه السياسات الفاشلة التي جاءت. ولكن نحن الان لا المتحدث امامك ولا كل شخص موجود في ساحه التحرير ولا بقيه سوح الاحتجاج هو يطالب بقياده حكم او لديه طمع بقياده حكم بقدر مطالبتنا لحقوق الشعب العراقي. امنت بالله، انت اجيت بشكل غير شرعي، اجيت انفرضت علينا من قبل الاحزاب، من قبل قوى اقليميه، قوى دوليه، وجيت صرت انت. طيب اخجلوا شويه
يعني انتم اكلتوا من خيرات العراق واكلتوا من هذه الثمرات الكثير المال سبحانه وتعالى انعم بها للشعب العراقي وانعم للوطن العراقي. نعم. طيب وفوا لها وفوا لها. انت صرت كل اللي ردناه من عندكم تعديل قانون الانتخابات تفرض بها على البرلمان بهذا الموضوع. وبالكل طلبنا من عندك إثارة ملفات الذين تلوثت أيديهم بدماء الشهداء. طيب أنت تروح تسوي لي من جهة تأخذ منافذ من جهة وترجع تبدل مدراء عامون ومعاونين مدراء عامون ولكن جبت مدراء عامون جديد بنفس الأحزاب اللي كانت موجودة. هذا يعني هذا ضحك على الذقون حقيقة أنا فيها. وهذا موضوع يعني ما عاد الشعب العراقي يعني أصبح ما يجهلها. لا لا ما جاهلها. إذا ما الحل يا سيد قيس برأيك؟ أنا الحل اللي عندي أستاذ العزيز أنا إحنا خلينا نكون واقعيين. أولا أنا أطالب باسمه كون رئيس حكومة أنا ما علي هو صلاحيته صلاحية البرلمان هذا ما أعرفه. يعني أنا أعرف أنه إحنا مصير القانون مالتنا وين صار هذا التحايل على القانون تعتبر من الجرائم الكبيرة جدا بحق الشعب العراقي. أنا أريد قانون بصيغته الأخيرة والمصادقة عالية من حيث أنا أحكي على قانون انتخابات تحديدا بالسادة محمد من حيث انتخاب فردي وأعلى الأصوات ودوائر صغيرة ومتعددة. الشباب ترى تعهدوا الآن على أنه بمجرد الانتهاء من كورونا والله سبحانه وتعالى يخلصنا من كورونا ترى الشباب تعهدت على تخليص الوطن من الفاسدين. لا يخلونا يوصل إلى مرحلة معينة تخرج بها عن الطور السلمي. يعني مو من باب التهديد ولكن الشباب ما عاد الصبر تعدها. هذه ناحية. ناحية أخرى أقوله من باب أولى أنه أكو عنده رواتب تقاعدية لألف وأربعمائة إنسان قاد العراق من 2003 لغاية هذا التاريخ ما بين يعني وما بين الرئاسات الثلاث ورواتبهم تكلف الدولة مليارات. وهذه إذا تظن صلاحيتك إذا أنت تريد تعدل بعض الأمور الفساد المالي والفساد الإداري اللي موجود هذه عدلها وخليها منطقية. يعني أنا لحد هاي اللحظة ويستلم لي محمود المشهداني فوق 50 مليون دينار بالشهر أو ليه ور ما أدري شو استلم لي أو الشخصية أو المالكي لأنه استلم صار في يوم رئيس وزراء ما أعرف يستلم عشرات الملايين والشعب العراقي بهذا المستوى. أنت طيب من باب أولى أكو عندنا يعني سحب اليد من المدراء العامون اللي عليهم ملفات فساد والوكلاء اللي وقعهم عادل عبد المهدي وأعادهم وأنطاهم الضوء الأخضر بالعمل مرة أخرى. هذا أخو أسحب إيدي من اليد من عنده طيب. حتى تعزز الثقة مع المواطن ونقول بدأ يحارب الفساد. أنا عندي السفارات والقنصليات والملاحقة الثقافية والاقتصادية الموجودة الآن في دول العالم اللي تكلف الدولة مليارات وما عندي ربما مواطن عراقي موجود قاعد بها هناك. طيب أنا أشكرك سيد قيس وضحت الفكرة. نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. عن الثوار حمزة كاظم وعلي خالد راح يكون ردنا أقوى راح يكون تصعيدنا أقوى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا السيد أبو محمد من الناصرية. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أبو محمد وياك حياك محمد الله.
حياك الله اخويا. الله يسلمك اخويا. هذا عندي شكوى راح اقول لك. تفضل. انا اقول لك شلون، انا راتبي انقطع هاي مرتين. نعم. ورحت التقاعد. اي ما 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 صار. نعم. او قالوا روح البغداد. زين البغداد شو وديني انا من الناصريه واروح البغداد وها رجال مريض. نعم. وضاض يعني انت وين اروح؟ الله شاهد عندي نسوان اثنين. نعم. وعندي ست بنات. يعني شاكل ششراب. ابو محمد صار لك قد راتبك مقطوع؟ راتبي؟ اي 600. 600 الف صار لك قد مقطوع؟ شهرين. شهرين ما عندك. حضرتك شنو رده تاخذ التقاعد على كونك مدني لو عسكري لو شنو؟ لا شرطي. نعم. وكم سنه كم سنه كم سنه اشتغلت تخدم العراق يا ابو محمد؟ الجد 12 سنه. اي طيب ابو محمد، قبل شويه خبرنا واحد اسمه ابو ساره من جماعه رفحاء زعلان انه المليون ونص مالته مدى ياخذها متاخره عليه. مليون ونص مالته متاخره عليه، يقول اني ليش مصطفى الكاظمي دي يحاربنا؟ احنا جماعه رفحاء دريد فلوسنا. مليون ونص، انت حضرتك خدمت البلد 12 سنه كشرطي وتاخذ 600 الف، وهو بحركه يعني بها جدل داخل العراق ياخذ مليون ونص 3 ملايين كل شهرين، يعني هل هذا عدل؟ انا اقول لك شلون. نعم. انا اقول لك شلون. الرفحاويين كانوا قبل بالسعوديه ياكلون الموز. نعم. واحنا ظالين بالعراق هنا، كنا قبل والله العظيم ناكل بصل. نعم. والله العظيم مكرم السامع. الحيوانات احنا ناكل الدين. نعم. او هسه 600 الف كل. نعم. شو ماكو الله وكيلك هاي الناس تطينا. نعم. نعم. واحنا بعد ابو دكتور بعد كيفك. نعم. ابو محمد الله يكون بعونك وبعون كل عراقي متقاعد قدم خدمه لهذا البلد وافنى حياته بسنين عشرات السنين حتى ياخذ فتات وغيره بدون وجه حق ياخذ هاي الملايين. وحتى المسؤول حتى النائب اللي هو يطب للبرلمان 4 سنين ويطلع تقاعد، يطلع تقاعد تحت بند انه خدم البلد وقدم له خدمه. ونشوف الخدمات اللي قدموها للعراقيين وين وصلت الشعب العراقي، وين وصلت الناس. وبعد 17 سنة يأخذون بالتقاعد يستمرون النواب البرلمانيين والمواطن العراقي مدى يلاقي يأكل. أبو زينب من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا الموضوع الشائك، يعني أولا هم وعدوا بدراسة وتوحيد قانون الموظفين، رواتب الموظفين. اليوم بس ابو زينب حتى لا نتفرع، عفوا، اليوم الموضوع عن الاعتداءات المستمره على المتظاهرين وعلى المعتصمين. صار شويه بانحراف الموضوع بسبب بعض المتصلين، لكن الاساس هذا الشيء. نعم. والله هو هذا يعني شيء ممجوج، لانه مخالف للقوانين ومخالف للدستور. هو الدستور كفى الحق التظاهر. نعم. السلمي للمواطن. نعم. هو المواطن من يطلع ويضحي هو على مود شنو؟ اكيد حقه مغبون. نعم. مغموض الحق، مفتقر الحق. نعم. يريد يعبر يعني بكلمه بسيطه يقول لهم يا ناس انطوا لي حق. نعم. فهذا الجواب يعني هذا الاسلوب القمعي، ويا تسأله يقول لك ما ادري. طيب هاي دوله وحكومه علي من نايمه ما تعرف شكو ماكو. نعم. هذا ما ممكن يعني، وكل جهه تدفع على الجهه الاخرى. نعم. ناس يقول لك دوله عميقه، ناس يقول لك طرف ثالث، ناس يقول لك هذا ما لزمتوا ولا واحد من 12 2019 الان.
ما قلت لك هي هاي مع المسألة مرة طلعت يقولون العنف والعنف المبرر. نعم. تصور أنت جنابك أنت اللي رديت علي قلت لي العنف يولد عنف ويصير عنف مبرر. طيب مدول الناس يطلعون مساهمين. نعم. ما عنده غير بس صوته يطلقه. جاي يقابلوه بكل وحشية مو فقط عنف. نعم. أنا أما استخدم وياهم العنف. طيب. ليش وديهم غير العنف المسلح؟ وأسحقهم وأمحقهم. طيب انا اشكرك يا ابو زينب. هي تبقى وجهه نظر بالنهايه وجهه نظر، لكن يعني المتظاهرون في ثوره تشرين خرجوا رافعين شعار السلميه، ويجب ان يحترم هذا الشعار، ونتمنى ان الموضوع ما يكون بدماء، لانه بالسلميه وسقط اكثر من 1000 شهيد و30 الف جريح و5000 معوق ومصاب. يعني حقيقه اذا تحولت للعنف، وهذه طبعا امنيه السلطه، حتى ستكون هناك إبادة حقيقية. أبو مصطفى من النجف. طيب فقدنا الاتصال. السيد أبو سارة من الناصرية، تفضل. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذنا قناتكم عزيزة علينا، أنت عزيز علينا. الله يسلمك. الوضع لا يتأول غير مزهور. أنا قلت لك وياك الربحة والقرار غير صحيح أساسا. أبو سارة، أنا استقبلت حضرتك، وطبعا ماشي، أنا بالنهاية حضرتك لك كل التقدير والاحترام كشخص، لكن هناك اعتراض حقيقة من كثير من العراقيين. أنا أنقل لحضرتك، أنا أشكرك طبعا للمشاركة، أنقل لحضرتك أنه العراقيين يرفضون موضوع وجود رواتب اصلا تعطى لشيء اسمه رفحاء، لانه اولا الارقام كبيره جدا وتعطى بشكل غير عادل في نظر العراقيين. طبعا حضرتك كل المحبه والتقدير والاحترام لشخصك الكريم، لكن كشيء يسمى رواتب تعطى وامتيازات لهكذا امور يرفضها العراقيون، والدليل انه هسه انزل للشارع وقول لهم انا من رفحاء، شوف رده الفعل. خابرنا السيد أبو محمد من الناصرية، رجل خدم البلد 12 سنة يأخذ 600 ألف دينار عراقي، يعني ما بيها إشقد المليون، هي المليون 800 دولار، يعني 600 ألف بيها يمكن 400 دولار، وحضرتك تأخذ 1.5 مليون. بغض النظر على الموضوع، القسمة غير عادلة، قرار غير صحيح وغير منصف منذ بدايته، منذ أن خرج موضوع السجناء السياسيين ورفحاء وغيرها. هذا الكلام، الاعتراض من العراقيين على هكذا أمور، على هكذا أموال تنفق دون وجه حق. المقاوم والمناضل ما يريد، إذا كان فعلا مقاوم ومناضل المفروض ما يطالب بثمن مقاومته ونضاله. ذول اللي خدموا البلد يأخذون فتات. هذا الكلام. أبو فيصل من بغداد، تفضل. الله يسعدك استاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله. استاذ محمد، الموضوع نعم، موضوع انه هسه اللي موجودين الميليشيات اللي بالعراق، نعم، هم انتهى وجودهم هاي المرحله. وانا سبق وان تكلمت بهذا الموضوع مع، قلت لك ايران الملالي ستنتهي عن قريب. نعم. ولو تلاحظ انت انه فرنسا، دخول فرنسا دخل على خط العراق، هذا تقوير، اما تقوير الى الخلاص من الملالي من المعارضه اللي في فرنسا. هذا الموضوع سياسي. اما انه احنا على موضوعنا انه كيف المتظاهرين يقمعون بهذه الطريقه، نعم يقمعون. لماذا؟ لانه هذول ورقتهم انتهت. نعم. فما ممكن، ما ممكن انه المجرم يسلم روحه لابد ان يقتل، يظل يقتل الى ان يقتل، يعرف نفسه هو مدان، يعرف نفسه هو الحبل جاي عن قريب اجلا ام اجلا، لا من ولا محال. طيب ذولا كلهم ينتهون بالمستقبل. لا يفلت احد من عدومه. انا اشكرك يا ابو فيصل. الوقت انتهى، اعتذر منك. اخر المتصلين ابو علي من بابل. ابو علي باختصار شديد، تفضل، حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
اخي الكريم ابو ربحه ياخذ 1.5 مليون. نعم. والجنوب الشيعه حبات وجع راس في المستشفيات ماكو. نعم. هاي حكومه لو حكومه الصهاينه. الله يرضى عليك، الله يرضى بها هاي. يعني الجنوب فاتكة كورونا هتكت بيهم. نعم. والله حبات وجع راس ما عندهم، 10 عوائل تعيش 1.5 مليون. هي هاي حكومه الشيعه 17 سنه حكومه نعود حاكمينها علينا؟ لا والله، لا حاكم نتنياهو اشرف من هالدله الفاسده هاي. اشرف طيب. من العالي سواهم، لان مو شرف ولا شرفاء، كان صفوا الشعب العراقي وصفوا الجنوب بالاغب. نصه قاعد بالصفيح ونصه قاعد بالايجارات. حبات وجع راس مستشفيات ما بيها من نعل على ابوهم. بلا تجاوز ابو علي، انا اشكرك، ارجوك سيطر على نفسك. شكرا جزيلا سيد ابو علي. في دقيقتين لدينا نقرا رسائل سريعا. طيب، ابو مريم من بغداد يقول: السلام عليكم، تحيه طيبه. هذه الحكومه هي اخطر من فيروس كورونا على العراق، ومصطفى الكاظمي لا يختلف عن سابقيه، وعندما استلم المنصب يقول: سأحاسب قتلة المتظاهرين وأطلق سراح المعتقلين، لماذا هذا الكذب يا كذاب؟ في رسالة: السلام عليكم، طالب بالعفو العام وتبييض السجون. السلام عليكم أخي محمد، الله يحفظك أخي، ما عندك خبر عن المعتقلين؟ والله قلوبنا نار. لا يوجد خبر يا أم محمد، مجرد وعود تعطى ولا تنفذ. رسالة لدينا: وحي قناة الرافدين الشريفة التي تنقل صوت المظلوم. رجل كبير في السن أقاموا عليه دعوة كيدية بسبب قطعة أرض وانحكموا 15 سنة بدون أي إثبات. في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: بعد التحية والسلام، العراق يعيش اليوم كساحة كرة قدم، فريقين لاعبين شلة حرامية فاسدين تحت حماية الأجهزة الأمنية ضد الشعب، والشعب المظلوم تحت رحمة الحرامية. وآخر الرسائل: السلام عليكم أستاذ، أنا محمد من الأنبار، نطالب السيد مصطفى الكاظمي بالإفراج عن المعتقلين والسجناء الأبرياء. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام. قبل الختام نذكر أن قناة الرافدين ستنتقل إلى تردد جديد، وهو 1.0727 أفقي كما ظاهر على الشاشة أمامكم، على مدار القمر نايل سات. نكرر التردد مرة أخرى: 1.0727 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم ضبط أجهزتكم والانتقال على هذا التردد ومتابعتنا عليه من الآن لمتابعة كل جديد في قناة الرافدين. وصلنا إلى الختام، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.